النقطة الثالثة مشكلة انخفاض حرارة القضيب. ببساطة النسيج الكهفي ده عبارة عن قاعدة مائية اسفنجية بتاخد الدم من بيجي من بطن المريض يخش في العضو الذكري فتتمدد تعمل الامتصاص. دي الحاجة اللي الناس كلها عارفها، لكن بقى اللي الناس ما تعرفوش ان له وظيفة تانية، ان هو بيرفع درجة حرارة القضيب او يسخن القضيب. ليه؟ لان درجة حرارة القضيب في حدود 37 هي درجة حرارة الجسم العادية. الدم اللي بيجي من البطن حرارته 39، فبيرفع درجة حرارة القضيب، بيخلي رأس القضيب وجسم القضيب ملمسه دافئ وسخن، فدي بتعمل لذة جنسية للمرأة اثناء العلاقة الجنسية. زمان لما كنا نركب الدعامة كنا بنحط من النسيج الكافي ونحط الدعامة، فالدعامة طبعا لما تحط من النسيج الكافي مفيش دم يجي، فدرجة الحرارة تنخفض تبقى ايه؟ الدرجة العادية. فالمرأة تقول لك أنا حاسة إن زي لوحة تلج أو حاسة كأنه قضيب صناعي. يعني في زوجات قالت لنا الكلام ده. طبعا ليه؟ لان مفيش حراره في القضيب. فانت عشان تحل الحكايه دي ببساطه بنعمل ايه؟ بنحط الدعامه خارج النسيج الكهفي، فتسيب جزء من النسيج الكهفي الدم يبدا يسري فيه ويوصل لراس القضيب يرفع درجه حراره القضيب جزئيا او كليا حسب حاله المريض. ليه؟ لان يعني في حالات ممكن ما ينفعش فيها كده. بنعرف احنا من الاشعه طبعا من فحوصات المريض لما تكون الحاله منتهيه اي زيرو حاجات من كده، لكن في حالات كتير الامور بتبقى كويسه فيها. لو في حالات ما بينفعش فيها كده في عندنا وسائل اخرى بنقولها للمريض مفيش مشكله يعني، ولكن دي بتفرق بشكل اساسي مع المرض.